متابعينا الكرام، نتابع الأسماء، ندقق في المسارات، ننطلق مع المراكز الأولى. في هذه اللحظات نتعرف على مسار هذا الشوط الكبير، شوط البداية الأولى. نبدأ من الصدارة وننطلق مع المقدمة، ننطلق مع كيف المركز الأول لهجن الرياسة والمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري الذي يطلق العنان لهذا هذا التحدي. بينما في المركز الثاني مع هذا التحدي هي وجد في المركز الثاني لهجن الشيحانية وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي العملاق قادم بكل التحديات. هناك أريام على المركز الثالث لهجن الشيحانية وكذلك سلطان بن محمد الوهيبي. بينما المركز الرابع واعية هذا الشوط هجن الشحانية في هذا التحدي ومحمد بن خالد العطية حوت المضمرين. المركز الخامس تدفع من حاف، في المركز الخامس هجن الرياسة علي بن جمي الوهيبي الظافر هنا، والحوت يتواجد والمستحيل والعملاق، الكل له نفس الطموح، الكل له نفس الرغبة، الفوز بالسيف الغالي. انتظروا أيها المشاهدين، انتظروا يا متابعين، انتظروا يا من كنتم هنا تنتظرون هذه اللحظة الكبيرة التي دقت أجراسها في هذا المساء. تحمل هذه الإثارة سرعة الانطلاق النهائي، سرعة الرغبة بالوصول إلى الختام. الواعية 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 رفعت سلاح التحدي، الواعية لهجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية حوت المضمرين بدأ يتقدم يفرض السيطرة من البداية الأولى. المركز الثاني كيف على المركز الثاني وكيفها عالي، مزاجها أعلى، تحمل هذا الشعار، الشعار الأحمر، شعار خطر، شعار هجن الرياسة والمستحيل. راشد بن محمد بالسم المنصوري هو الذي يقدم هذا الكيف العالي. بينما المركز الثالث الظافر يأتي بمنحاف، يأتي بالتاريخ، يأتي بهذا الاسم المتميز، منحاف لهجن الرياسة وعلي بن جمي اللوهيبي. خطر آخر قدم من هناك من الشحانية قادمة في هذه اللحظة، الداودية لهجن الشحانية وسالم بن فاران المري. الذهبي يبحث عن الذهب، يبحث عن هذا التحدي. المركز الخامس في هذه اللحظات أتابع أسيل لهجن العاصفة والواثق حمد بن راشد بن غدير. ما شاء الله، كلها أسماؤنا، كلها تحدياتنا، كلها هنا تعبر عن هذا المسار، تعبر عن هذه اللحظة الكبيرة، اللحظة القادمة التي ستحمل مزيدا من الإثارة. يتجول السيف في 8 كيلومترات، يحط الآن رحاله في هذه اللحظات مع منتصف المسافة. من يتابعنا عبر الأقمار الصناعية، من يتابعنا عبر الجوجل والإنترنت، نقولها هنا، وصلنا إلى 4.5 كيلومترات هي الباقية من المسار، هي الباقية من ترقب من الجميع داخل الميدان، خارج الميدان، عبر الشاشات، عبر المتابعين. الكل يراقب، الكل يتابع، الكل يمني النفس بترشيحه الذي أراده هنا. تسير الطموحات مختلفة في مسار هذا الشوط، وتحمل هذه البداية والصدارة داودية، الصدارة شحانية، الصدارة قطرية، الصدارة مع الذهبي سالم بن فاران المري الذي يقود هذا الاندفاع الأول، يقود هذه البداية الأولى في هذا المسار. المركز الثاني أسيل وهي أسيل، تسيل هنا وتنساب إلى المقدمة والمركز الأول. عبرت نصف المسافة مع هجن العاصفة والواثق حمد بن راشد بن غدير، يتابعها بكل
أداء جميل بكل تحدي وإثارة. المركز الثالث ظن على المركز الثالث هجن الشحنية، وأظن أيضا وصل الشبل جابر بن سالم بن فاران المري وسحابه. يا مشاهدين يا متابعين من تتابعون هذا الشوط، وصلت سحابه مع هذه اللحظه تحمل سحابه هذا الشوط هنا لهجن الشحانيه ومحمد بن خالد العطيه الخطر حوت المضمرين. بينما هناك في المركز الخامس في هذه الانطلاقات تعود مع هذه البداية الرماس التي تبدأ هناك لهجن الرئاسة مع البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه الأسماء، هذه البدايات، هذه اللحظات، هذا الانطلاق. هنا المسار الذي يبدأ في هذه الانطلاقة يتابع جسر العبور شاهدا على القادمين، شاهدا على المتابعين، شاهدا على من ينطلق في هذا الشوط المثير. الله 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 الله، دقت القلوب هنا مع الوصول في هذه اللحظة إلى هذا المكان، هذا الموقع، هذه اللحظة. 3 كيلومترات جسر العبور إلى الناموس، هنا يحتفل بوجود الداودية على المركز الأول، بينما أسيل على المركز الثاني بهدوء الواثق. هنا تحدد مسارها مع الواثق حمد بن راشد بن غدير، والشعار العملاق شعار العاصفة وهجنها. هنا يتواجد مع أسيل المركز الثالث، ظن على المركز الثالث ولن يخيب بها الظن كما توقعها الجميع. هناك من رشحها وأرادها دائما على القمة والبداية هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الرابع سحاب على المركز الرابع أيضا لهجن الشحانية في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي، وجودها هناك مع محمد بن خالد العطية. والمركز الخامس هناك الشاهينية مع وجودها لشعار هجن الرئاسة وأيضا راشد محمد بالسم المنصوري. هذه الأسماء، هذه الشعارات، هنا التحديات. الله الله الله، ارتفعت وتيرة المنافسة، انطلق الكل هنا يحدد هذا المسار. بدأنا نطالع في هذه اللحظة المنعطف الأخير، اللحظة الأخيرة، المسار المميز، مسار هذه البداية التي تقودها هنا اندفاعات هذا الشوط. الله 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 الله، ركز يلي بتركز مع هذا المسار. الداودية منفردة، الداودية مع الأحلام القادمة في هذا المسار، مع التحديات التي تنطلق في هذه الاندفاعات. الداودية على المركز الأول لهجن الشحانية في هذه اللحظات، وأيضا سالم بن فاران المري الذهبي يريد الذهب، الذهبي يريد عنابية، الذهبي هناك سيطير بها من خلال هذا المسار. الله الله الله، المركز الثاني، وجود ظن في المركز الثاني لهجن الشحانية، وأيضا هنا من خلال هذا الانطلاق، من خلال هذا المسار، جابر بن سالم بن فاران المري ابن الذهبي الشبل. هناك عسيل على المركز الثالث في هذه اللحظة هجن العاصفة، وهناك الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير في هذا المسار وفي هذه البداية الأولى. الله 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 الله، يا من تتابع لحظات التحدي، لحظات الإثارة، منعطفنا الأخير، مسارنا إلى منصة هذا الميدان، عاصمة ميادين السباقات. الصراع على أشده، الصراع بدأ، الصراع انطلق، الصراع يحمل كل هذه الأسماء، والصدارة لا تزال الداودية على المركز الأول مسيطرة في هذا الأداء، مسيطرة بهذا المسار، مسيطرة من خلال هذه اللحظات. يا الله يا الله، الشوط يصل والكيلومتر الأخير، كيلو صراع، كيلو حسم السيوف، كيلو حسم المسافة. الداودية على المركز الأول منطلقة بقوة مع هذا الأداء، مع هذا المسار، مع هذه البداية. تتابع هذه اللحظات، تتابع هذه الانطلاقات، تتابع هذا المسار، كما نشاهد الداودية، الداودية، الداودية على المركز الأول في المسار، تليها في المركز الثاني ما شاء الله أسيل على المركز الثاني هجن
العاصفة. اقترب الجميع، اقترب الجميع، الكل قدم، الكل قدم، ظن على المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الثالث لهجنيل الشيحانية في هذا المسار. ظن تتقدم، ولكن الداودية مسيطرة على المركز الأول. السيف إلى أين؟ سيف الرئيس إلى أين؟ من خلال هذا المسار. الله 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 الله، أتابع ما أتابع، أراقب ما أراقب. الله الله الله، شحاني حتى هذه اللحظة، شحاني حتى هذه اللحظة، شحاني حتى هذه اللحظات. يا سلام، التهنئة والناموس من خلال هذه اللحظات إلى المقام السامي لسيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله بهذا الفوز. الداودية والسيف الثالث للشعار الشحاري في هذا المساء، في ختاميات هذه الأمسية الكبيرة. المركز الثاني أسيل، على المركز الثاني لهجن العاصفة، والمركز الثالث سحابة لهجن الشيحانية، وفي المركز الرابع ظن لهجن الشيحانية، والمركز الخامس أيضا لهجن الشيحانية في المركز الخامس. يا سلام يا سلام يا سلام، إثارة ما بعدها إثارة، تجمع ما بعده تجمع، محطة ما بعدها محطة تنطلق هنا في هذا المسار. تؤكد أيضا أن الكل هنا فرح بهذا الانتصار، بهذا اليوم الجميل، تحقيق انتصارات ميدان الوثبة لأول مرة. تحقق أيضا هجن الشحانية انتصارها بهذا السيف، سيف الرئيسي هنا في هذا الميدان لأول مرة، تحقيق انتصار. ثلاثة ختاميات ترجمت هذا اللون الأدعم إلى خط النهاية في هذا المسار وهذه اللحظات الكبيرة التي تابعنا مساراتها وانطلاقاتها. ما شاء الله وتبارك الله، الكل جاء هنا يقتسم هذه التحديات، يقتسم هذه الانطلاقات، يقتسم هذه المسافة. يختصر أيضا مسافتنا مع هذا اليوم الكبير، اليوم المثالي، اليوم المميز في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي. الكل فرح هنا بهذا الانتصار. الشوط هنا يذهب من خلال هذا التوقيت، 12 دقيقة ثانيتين وثلاث أجزاء من الثانية. لأول مرة في ميدان الوثبة يسجل هذا التاريخ على أقدام الداودية من الهجن الشحانية. المركز الثاني سحابة في المركز الثاني لهجن الشحانية أيضا بهذا الأداء، 12 دقيقة 9 ثواني وفاء وتماما وكمالا. المركز الثالث يذهب إلى أسيل في المركز الثالث أيضا لهجن العاصفة في هذا الأداء المميز. والمركز الرابع